مشاهدينا ويوم جديد من ايام زينة، اول جمعة في السنة الجديدة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. والنهاردة بنحتفل مع كل المصريين، مع كل اخواتنا المسيحيين. النهاردة بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد سيدنا عيسى، رسول السلام، رسول المحبة. كل سنة ومصر كلها بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. كل سنة طيبة عليك. وانت طيبة يا هدى، وكل مشاهدينا طيبين. طبعا عيد سعيد على كل حبايبنا واخواتنا واصدقائنا، وعيد سعيد على مصر كلها. وكالعادة احنا كلنا بنعايد مع بعضينا، ويمكن امبارح شفنا برضو حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد دائما في كل عيد وتهنئة اخواتنا المسيحيين. احنا النهاردة على مدار الحلقة، على مدار ساعة ونص، هتكون معانا كمان مترجمة الاشارة سارة مشهور عشان تتواصل مع كل يعني متابعينا ومشاهدينا. عندنا فقرات النهاردة مناسبة جدا لليوم. النهاردة عندنا أول فقرة، فقرة ترانيم من فرقة جميلة جدا هنسعد مع حضراتكم بيها، هي فرقة بارادايس صوص، وهي من الفرق الجميلة اللي بتقدم الترانيم العظيمة والجميلة اللي النهاردة نستمتع بيها بإذن الله. طيب برضو في إطار يعني كلامنا عن الأعياد والكلام الجميل دوت، الروحانيات الجميلة، هيكون عندي فقرة النهاردة حوارية خاصة بالسيد المسيح عيسى عليه السلام. هنتكلم طبعا عن قدومه للعالم ورسالته، رسالة المحبة والسلام اللي قدمها للعالم وللإنسانية جميعا، وأهم معجزاته، وكلام كتير جميل عن السيد المسيح. هيكون دي أو هيكون ده محور كلامي النهاردة في الفقرة الحوارية. كل الناس في الأعياد بتحتفي عادات وتقاليد معينة، ويمكن كلنا لمسنا الكلام ده. برضو إخواتنا المسيحيين عندهم عادات خاصة جدا في يوم الميلاد المجيد، هنعرفها النهاردة، هنعرف الأشكال الاحتفالات بتكون إزاي، ونعيش معاهم هذا الاحتفال. وكل سنة وحضراتكم. المسيح الذي أبعث برسالة محبة ورسالة سلام ورسالة تسامح العالم كله، النهاردة احنا بنحتفل بعيد ميلاد سيدنا عيسى، بيسعدنا ان احنا يكون في ضيافتنا النهاردة فرقة من الفرق الجميلة اللي بتقدم ترانيم عظيمة النهاردة، وهي فرقة باراديسوس. والفرقة دي هي لمجموعة من الشباب اللي أصواتهم جميلة جدا، وبيسعدنا يكون في ضيافتنا النهاردة كمان قائد الفرقة الأستاذ هاني رمزي. برحب بحضرتك وأهلا بيك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير دايما يا رب. امين يا رب. اسمح لي بقى اتعرف على الشباب الاول. يعني هستاذنكم كل حد يعرف نفسه، اتفضل. مارينا عادل، اهلا بيكي. مادونا اشرف، اهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا سعداء ان احنا بنحتفل معاكم، يعني النهارده العيد وانتم انسانا ومشرفينا. احنا اسعد صدقيني. يعني اول، هل في ترانيم بتبقى خاصه لكل مناسبه، ولا هي بتبقى ترانيم واحده لكل المناسبات؟ لا، في ترانيم بتتكلم عن الميلاد وعن السلام وعن المحبه. كل مناسبه ليها ليها ترانيم، والميلاد ليه ترانيم، وفي ترانيم عامه بقى بتتكلم عن المدح او الشكر او الطلب حاجه من ربنا، طلب مشهوره، يعني كل حاجه. بس المناسبات او الاعياد ليها طبعا ترانيمها، ليها ترانيم خاصه. يعني احنا بنتكلم النهارده كل حاجه مرتبطه بالميلاد. يعني طيب. ده لحن بيتقال في الكنيسه بس من غير الاورج طبعا. ده بيتقال في الكنيسه في عشان في يوم الميلاد. طيب هل في الـ يعني بشكل عام الترانيم بيبقى لازم يصاحبها موسيقى؟ لا خالص. ولا المفروض ان لا، هو احنا استحدثنا ده علشان خاطر فرق كتيرة والعدد بقت كبيره. فطبعا كان الايقاع مهم. لكن احنا لو بصينا على القداس مثلا زي امبارح، هنلاقي اللي هم لابسين ابيض دور الشمامسه بيقولوا الحان كنسيه قبطيه بس او عربي. مفيش ترانيم. الترانيم دي بنقولها في اجتماعاتنا الخاصه او اجتماعات اللي هي الاحتفالات العيد اللي بعد العيد. بيبقى يعني جانب روحي، حاله روحيه زي الانشاد الديني. أيوة ما بتقالش في وقت الصلاه. ايوه طبعا. احنا نفس الكلام، الترانيم ما بتتقالش في القداس، بتتقال في وقت تاني. وقت تاني. وبتدي حاله روحانيه مختلفه عن الحاله العاديه حسب. بتاعت طبعا في ترانيم حزينه بترفع الروح شويه، في ترانيم فرايحي لو حد سعيد او عنده بهجه او في عيد زي كده. فلازم تاخد رتم اوقاع سريع. لكن اصلا الترانيم زمان ما كناش بنقولها بأورج. كنا بنقولها كده من غير استحدثنا بقى. بس لازم بقى يبقى اصوات يعني قويه جدا طبعا، وليها بقى مميزات وتدريبات كتير جدا طبعا. وتدريبات كتير طبعا. وتدريبات ما انا عايزه ابقى اعرف بقى من الشباب التدريبات اللي بيقوموا بيها. بس بعد ما اعرف من حضرتك برضو الكلمات بتبقى من الكتاب المقدس، ولا في حد بيكتب مخصوص الترانيم؟ لا مش مخصوص، هو زي الاغاني. اللي بيعرف، في حد بيعرف يكتب، وفي حد بيعرف يلحن، وفي حد بيعرف يوزع. هي نفس الحاله. الالحان الكنسيه حاجه تانية. دي مستلمينها من مئات السنين من الاباء الاولانيين.
بنقولها في الالحان اللي هي اللي بتاعت القداس بتاعت الصلوات دي اللي هي متكرره دي حاله خاصه دي ما تجيش جنبها لكن لا اللي انتوا الترانيم دي كل واحد حالته الروحيه يعني انا مثلا عايز اشكر ربنا فبقعد كده واكتب ايه اللي ينفع اشكر بيه ربنا عايز احكي قصه من كده مقدس اتكلم عن موسى النبي عن الانبياء عن معجزات السيد المسيح بنقعد نكتب ده احنا اللي بنكتبه في حاجات تراثيه كتبوها قبلينا وفي حاجات احنا بنكتبها احنا عاملين البومين اللي احنا اللي كاتبينه انتوا بقى يعني قائد الفرقه ولا انتوا بتبقى في حد مخصوص هو اللي بيكتب اي حد موهوب اي حد احنا ساعات موهوب. بنروح لحد بيعرف يكتب لو سمحت اكتب لي عن الموضوع الفلاني هو بيكتب لي واروح لملحن بيكتب لي واحنا ساعات بنكتب وبنلحن لنفسينا والشباب بقى في سن صغير كده عندهم القدره دي ولا هم بس بيأدوا حسب لا هم دول الشباب الحلوه دي بتأدي جميل بيأدوا لكن في ناس شباب تانية بتعرف تكتب بس هي موهبه حسب كل واحد طب والفرقه دي اتكونت امتى يعني او ازاي احنا ابتدينا في شهر 12 سنه 95 وعملنا اول عرض في حياتنا سنه في شهر 3 96 فاحنا داخلين على 26 سنه قول لي انت بتتدرب بقى ازاي اول حاجه كان استاذ هاني زمان كان بيدربنا فوكاليز وقبل اي بروفا لازم بنتدرب حاجه اسمها فوكاليز تمام فوكاليز ده عباره عن تمرين بيتعمل على الاورج تمام نعلى النغمات بتاعته زي ما النغمه ملعوبه على الاورج نلعب زيها بالظبط باصواتنا دي فايده التدريب يعني تمام ان انا ابقى سامع النغمه صح وماشي معاها مظبوط وبتقعد تدرب بقى نفسك يعني لو لوحدك وكده الفوكاليز ده يعني بصفه يوميه لو في يوم ما تعملش بيأثر يعني بيقول بيجلي الصوت استاذ مينا مدرس موسيقى كمان يعني لازم اللي بيقوم باداء الترانيم يكون اساسا عنده الموهبه او عنده صوت كويس او عنده يعني مش اي حد ممكن يعملها هو اي حد حابب يغني ما يغني بس اللي بيأدي لازم يكون عنده الموهبه والصوت مظبوط عشان يعرف يأدي بشكل كويس ومدينه اكتشفتي في نفسك ازاي بقى الصوت هو مش انا اللي اكتشفت يعني هم اللي حواليا هم اللي اكتشفوا كنت من وانا في ابتدائي كده كانوا بيطلعوني في الاذاعه المدرسيه المدرسه تطلع تخليني ارنم او اقول حاجه في الاذاعه كده وبعدين بقى التحقت يعني يعني هو استاذ هاني ماسك كورال شباب فبس يعني كل كورال ابتدائي لي مدرب اعدادي كده تمام ف يعني طلعت درجت واحده واحده يعني قبل ما وصلت لاستاذ هاني وبالنسبه لك نفس الكلام يعني احنا الفرق اللي بتتعمل في الكنيسة بتبقى على كل مرحلة وكل مرحلة بيبقى فيها كورالها الخاص بيها لغاية مثلا شباب اعدادي ثانوي بنفضل نتدرب من واحنا صغيرين لغاية ما بنوصل للسن ده يعني جميل جميل انتوا نورتونا وشرفتونا وكل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب ان شاء الله عيد سعيد على الجميع وعلى المصريين كله وطبعا سعداء ان انتوا يعني في اول في العيد بتاعكم بتعيدوا النهارده في التلفزيون المصري بشكركم جدا كل سنه وانتم طيبين واحنا سعيد سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير وبصحه مشاهدينا هنطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل ونرجع نكمل معاكم واحتفالنا بميلاد السيد المسيح النهارده والفقره اللي جايه هتكون فقره خاصه عن العادات والتقاليد في احتفالنا بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام جاء برسالة سلام رسالة محبة رسالة مسرة وفرح للناس أجمعين النهاردة وإحنا بنحتفل بميلاد سيد المسيح ما أحوجنا إلى هذه الرسالة ما أحوجنا إلى التسامح وإلى المحبة وإلى السلام إن هو يعم فعلا الناس كلها النهاردة من خلال احتفالنا بيسعدنا يكون في ضيافتنا الأستاذة الدكتورة سميحة ثابت استشاري علاقات أسرية ورحب بحضرتك وأهلا بحضرتك معنا كل ساعة طيب. أهلا بيك يا أستاذة هدى وسيادتك طيبة وكل أسرة القناة طيبين وأسرة البرنامج الجميل طيبين أشكرك قبل نتكلم عن الطقوس والعادات والتقاليد اللي بتتم في هذا اليوم خليني اتكلم في الاول في رساله السيد المسيح وهي السلام والمحبه واللي احنا بالفعل محتاجين ان احنا نحييها النهارده ازاي ممكن تكون وبما ان حضرتك استشاري علاقات اسريه للاسف العلاقات الاسريه بقت فيها بعض التفكك ما بقاش فيها السماحه والمحبه والسلام اللي احنا بنامل فيه من الجوده الكلام بتقول لحضرتك ده تمام جدا السيد المسيح جه برساله السلام عشان كده الملائكه ترنمت في يوم مولده المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة يعني هي رسالة سلام والسلام الحقيقي أو الأمان ده احتياج إنساني طبيعي زي بتقول حضرتك الإنسان اللي بيبقى جواه السلام والأمان والمحبة بيبقى إنسان مثمر لأن احنا بالحقيقة بيتسدد حاجة مهمة جدا من احتياجاته اللي بيحتاجها كأي إنسان فبيبقى إنسان مثمر في أسرته في بيته في مجتمعه في شغله ف
فكلنا الحقيقة محتاجين. اللي بتقوليه حضرتك من خلال الـ العلاقات الأسرية الفترة الأخيرة، أنا يعني عايزة مخدش الناس قوي، بس في تفكك غير طبيعي. المحبة قلت في بين الناس فعلا، الناس قلقانة، الناس في توتر، الناس خايفة. لو احنا أخذنا رسالة السيد المسيح للبشرية كلها، السلام والمحبة والأمان والفرح، الطبيعي يبقى فيه فرح. الإنسان يبقى فيه سلام عنده، فيه أمان وحقق احتياجاته، يبقى فرحان، يبقى سعيد. حتى لو حصلت مشاكل يبقى السلام اللي جواه والفرح اللي جواه يقدر يتغلب على المشاكل دي. دايما بنقول عليه ده متصالح مع نفسه، ده حقيقة. يعني ده مش بس ان هو بيفيد غيره، ده بيفيد نفسه في الاول. الانسان اللي عنده سلام داخلي ده بيبقى سعيد، هو ايا كان اي حاجه بتحصل قدامه هو حاسس بالظبط بالظبط كده. انا عايز اقول لحضرتك كمان المحبه، يعني السيد المسيح لما سالوه ايه اعظم الوصايا، قال لهم المحبه، تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك ها كنفسك. وكلمة كنفسك يعني لازم تحب نفسك أولا. يعني أنا لو مش بحب نفسي زي ما قلت حضرتك ومتصالحة مع نفسي وجوايا هذا السلام، ما أقدرش أحب الآخرين. فلازم أحب نفسي أولا. طب الحب لنفسي ده هيجي كده من غير سبب؟ لا، بيبقى في لسان قابل وضعه، واثق في ربنا، واثق إن هو بيشتغل في حياته حتى لو في مشاكل يقدر يتغلب عليها. والإنسان بقى المحب يوصل لإيه بقى؟ قبول الآخر، ثقافة قبول الآخر باختلافاته. يعني الآخر مختلف عني في شخصيته، في بيئته، في عقيدته، في دينه، في البلد اللي منها، whatever. هو الاختلاف فين؟ المحبة الموجودة الحقيقة تخليه يقبل الآخر. طب تعالي نطبق ده على الأسرة. ما هو الآخر ده اللي هو حضرتك كزوج، زوجتك مختلف عنك، ويا زوجة زوجك مختلف عنك. صح. هو تربى في ثقافة غير ثقافتك، في بيت غير البيت، هو رجل انت امرأة، دي كلها اختلافات. فلو احنا حطينا المحبة موجودة والسلام موجود والإحساس بالقبول موجود، صدقيني 3/4 مشاكلنا هتتحل. هتبقى الاختلافات الموجودة دي بوظفها لأجل أفهم الآخر. خلينا نقول إيه تاني الوصايا اللي أوصى بها السيد المسيح؟ يعني السيد المسيح أوصى بالتسامح، أوصى بالمحبة، إيه تاني علشان إحنا نحيي ذكرى بهذه الرسائل أو هذه الوصايا الجميلة؟ بص، هي المحبة أعظم الوصايا اللي تيجي وراها كل حاجة. يجي وراها أسفة التواضع، يجي وراها زي ما قلنا قبول الآخر، مشاركة الآخر، الإحساس بالآخر، الاهتمام بالآخر، تقدير بيا في العلاقات تحت المحبة. تمام. طالما في محبه كل الحاجات دي تيجي اوتوماتيكلي، مفيش محبه كل الحاجات دي شيلي بقى. يعني تبص تلاقي مفيش حد قبل حد، ولا متحمله ولا عايز يتعب معاه. احنا دايما نقول لهم حتى الجواز ده شركه بين اتنين، زرعه احنا بنزرعها، مش هتنمو لوحدها، مش هتنمو بواحد فيهم، لازم احنا الاتنين نتعب فيها ونسقيها ونحمل بعض، ونحاول كل واحد يتفهم الاخر، يتفهم اختلاف الاخر، يتحمل عيوب الآخر، يشتغل معاه عليها. مش هنمسك البعض على الواحدة بقى وانت عملت وانت عملتي، وتبص تلاقي مشكلة صغيرة يحصل لها تصعيد بتكبر بدل ما نحلها من البداية. عشان كده احنا بنقول دايما الزواج نبتة بزرعها، بيطلع حواليها بعض الحشائش الغريبة اللي هي ايه؟ مشاكل، ضغوط، تحديات. لما ابتدي كل حاجة غريبة أشيلها أول بأول، يعني أتعامل مع كل مشكلة أول بأول، ضغوط عندي نبقى إيد واحدة مع بعض، كل ده بيخليني النبتة الأصلية أو الزرعة الأصلية اللي هي الزواج بتاعي بينمو بطريقة سليمة. أكيد. فالمحبة أكيد. أعظم الوصايا، وقيسي تحتها كل حاجة. طيب، بما إننا بنتكلم عن المحبة، من العادات والتقاليد بقى في اليوم ده، يوم عيد ميلاد السيد المسيح، المحبة ما بين الجيران بتبقى قوية جدا. يعني بنلاقي دايما إن في احتفال ايا كان بقى الاخر ده، سواء كان المسلم والمسيحي، الرجل والمراه، ايا كان، بتلاقي بقى بينهم عادات وتقاليد معينه، تلاقي الاطباق داخله في البيوت ده من بعضهم. ده حقيقة. خلينا نتكلم على العادات والتقاليد اللي موجوده في هذا اليوم. بص حضرتك، التقليد الاهم والموجود من زمان ومستمر لحد دلوقتي بس بصوره اقل شويه، هو التجمع الاسري. العيله اللي هي الجد والجدة والأولاد والأحفاد، ويبقى العم والخال، كل العيلة ملمومة في بيت الجد والجدة. صح. ولو الجد والجدة مش موجودين يروح عند العم الأكبر، عند الخال الأكبر، واتيفر مين. بس اليوم ده عايزة أقول حضرتك ما عندكيش فكرة، بيدي طاقة إيجابية من أول الجد لأصغر حفيد موجود. صح.
عمل حضرتك بحث على الشباب الناجحين اللي هو بعد ما وصلوا لمرحله الشباب واللي هم ناجحين جدا ومتصالحين مع نفسهم ومحققين ذاتهم، فايه السر؟ قالوا ان احنا عشنا طفوله سعيده. طيب الطفوله السعيده يعني سالوهم ايه؟ يعني ايه اللي كان بيحصل؟ قالوا احنا مش متذكرين كل التفاصيل قوي بتاعت الطفوله السعيده، بس في حاجه واحده فاكرينها، هي تجمعنا يوم العيد في بيت الجد. واليوم والفرحه والهزار والضحك والكبير بيحتضن الصغير والولاد بيلعبوا حوالينا، ده مهم جدا. فدي تقاليد الحقيقه موجوده اجتماعيا، ما زالت موجوده لحد دلوقتي بس بصوره اقل شويه. ليه؟ لان الشباب ابتدى عارف اللي هو نظام المجموعه، يخرجوا مع بعض وشله وحاجات زي كده. اوكي احنا بنقول للشباب حقك تخرج وتتفسح مع اصحابك ابدا، بس بعد ايه؟ التجمع الاسري اللي هي نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، نفطر واتيفر، يعني اللي هي بيها احافظ على حميميه العلاقه. صح. لان ده الحقيقه بيبقى له تاثير ايجابي على الاجيال اللي طالعه وبديله، وده هيفتكروه لما هيكبروا. يعني يفتكروا اللحظه دي، يفتكروا ويكرروها. صح. يعني هيبقى دي القدوه. شاب النهارده جد بكره. الله ينور عليك. بالظبط كده. يعني اللي شافه هو النهارده 100% هيطبقه لما يكبر مع اولاده، ولما يبقى جد مع احفاده وهكذا. يبقى احنا بنعمل عمليه ايه؟ نقل للحاجات الحلوه او العادات الحلوه الطيبه الموجوده في اسرنا. الحقيقه دي عادات مصريه جميله، مسيحيين ومسلمين وكلنا بنعملها. دي حقيقه. يعني عايز اقول لك، زمان التقاليد كانت كمان تلاقي كل الجيران ما تبقيش عارفه مين هو، مين مسيحي ومين مسلم، مين جاي عيد، يعني كلنا موجودين مع بعض والبيوت مفتوحه زي في رمضان. يعني يعني في رمضان الجيران كانوا بياكلوا بيفطروا في وقت افطار جيرانهم، او ممكن يروحوا ياكلوا عندهم. يعني كانت هي فعلا معاني جميله جدا. كانت البيوت المسيحيه اقول لك سر صغير كده، بنعمل الكنافه والقطاف والحاجات دي في رمضان بس. ايوه صح دي حقيقه. احنا كل يعني كل اصحابنا وجيراننا فعلا كانوا بيبقوا، وبعدين اطباق الكحك دي بتبقى جميله بقى جدا. يعني راحه جايه، احنا كنا بننتظر بقى يوم العيد ده عشان طبق الكحك اللي بيبقى طعمه تحفه. ده حقيقه. هل لغايه دلوقتي الطقوس دي موجوده؟ موجوده بس بصوره اقل شويه. يمكن اختلاف الطبيعه شويه، اختلاف التكنولوجيا الحقيقه اللي دخلت للاسف على ثبت لنا تاثير. ما خدناش ايجابيات التكنولوجيا بس خدنا معاها سلبيات. يعني دي الحقيقه اصبح يعني زمان كان يعني تقدر تقول المعايدات كان زمان والتقاليد قوي. كان الاول بيبقى التجمع لازم وحاجات زي كده، بعد كده اصبحت التجمع قل شويه، موجود في بعض الاسر لكن قل شويه. واصبح التليفون نتكلم ونعيد على بعض وحاجات زي كده. المرحله اللي احنا فيها دي اصبحت في مسجات بالظبط كده. المرحله اللي جايه الصوره تتبعت كل سنه طيبين، رمضان كريم، عيد الميلاد، يعني العيد الموجود بالرسائل. فاصبحت رسائل، انا في رايي الخاص يعني احنا بنفسرها كده في المشوره، رسائل بلا احاسيس، مشاعر صامته. يعني انا مش شايفه حضرتك بعتلي رساله بس ايه مشاعرك ناحيتي انتوا بتبعتيها. انا ببعت لك رساله انت مش شايفاني انا مشاعري ايه في اللحظه دي، مشاعر حقيقيه ولا مش حقيقيه، بعمل واجب ولا مش بعمل واجب. ده قلل التواصل بين الناس. احنا علشان ندي حميميه الحقيقه وعلاقات طيبه وعلاقات ايجابيه، ابص لحضرتك. صح. اتعامل معاكي فيس تو فيس، اشوفك على الاقل، مفيش وقت قبلك بس على الاقل اسمع صوتك. لكن احنا لغينا ده ولغينا ده في اغلب البيوت، اصبحت يعني الرسائل موجوده. دي الحقيقه. نرجع الحاجات اللي أيوة. عليها. انا لسه كنت بقول حقيقه، انا بتمنى فعلا نرجع ده بقدر الامكان. طبعا احنا في ظروف كورونا دلوقتي الزيارات قل شويه، ولكن ان شاء الله يعني تعد على خير وربنا ينجي العالم كله، نرجع ده. لان ده لو الناس تعرف قد ايه تاثيره الايجابي على الاسر ما بطلهوش ابدا. لو يعرفوا تاثيره الايجابي على الاولاد ما بطلهوش ابدا. فعلا، عشان ما نرجعش نشتكي. مفيش اسره لسه ما بتشتكيش ان فعلا البيت بقى ما بقاش فيه الدفء، ما بقاش فيه. أيوة. بقى بارد. الحقيقه رساله حضرتك النهارده في يوم ميلاد السيد المسيح اللي جاء برساله المحبه والتسامح لكل الاسر النهارده، تقولي لهم ايه؟ قال لهم ارجعوا زي زمان، ارجعوا احنا بنسمي الوقت ده يا استاذه هدى الفاميلي تايم. ده وقت العيله. ارجعوا لموا اولادكم في احضانكم. احنا بنشتكي ونشوف الاولاد وفي بيحصل حاجات كتير وبنزعل. الاولاد دي لو لاقيه الدفء ولاقيه الحب ولاقيه الاحتضان ولاقيه القدوه ولاقيه كل ده جوه الاسره، مستحيل هتبص بره. اكيد. لان الانسان الشبعان
مش هيبص على حاجه تاني في اي حته. حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه وسعداء ان حضرتك تقضي النهارده العيد معانا. اشكرك ليكم كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين بخير وبصحه يا رب. وحضرتك طيبه ومصر كلها يا رب بخير ودايما في ازدهار وتبقى بلد احسن بلد في العالم زي ما قالت سياده الرئيس السيسي. يا رب اشكرك جدا وكل سنه وسيادتك طيبه.